افتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين أعمال الدورة التدريبية للباحثين القانونيين في النيابة العامة، والتي تجيء بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية. ثلة من المحاضرين من ذوي الخبرة المتميزة في الممارسات القضائية سيتكفلون بطرح مختلف المحاور التي تتضمنها هذه الدورة بأسلوب نظري وعملي سلس، حتى تكتمل معالم الفائدة المتوقعة من هذه الدورة التي تضع يدها على موضوع الإحاطة بأنواع الجرائم ومقتضيات التحقيق والتصرف فيها، والقدرة على جمع الأدلة وتقييمها، إضافة إلى دور النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب كيفية تفادي الصعوبات التي قد تصادف أعضاء النيابة، فضلا عن التعرف على فنون التعامل مع المراجعين وذوي الشأن بالدعوة وتفهم مطالبهم وتحقيقها، وصولا إلى تنظيم محاضرات ستتعمق في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهم. هذه المجموعة دخلوا امتحانات من حوالي 4 أشهر، امتحانات تحريرية وامتحانات شفوية، تم في الآخر الوصول إلى هذه المجموعة بحوالي 12 شخص بعد يعني التصفية النهائية. عملوا في كشيء عملي في وزارة في النيابة العامة مدة 4 أشهر، الآن يدخلوا هذه الدورة، الدورة هذه مدة 4 أشهر أيضا، فيها حوالي 24 مدرب من خيرة المدربين من أعضاء النيابة العامة ومن خارج النيابة العامة، راح يمرون فيه في مرحلة تدريبية راح يركز فيه على الجانب العمل والجانب التطبيقي أكثر من الجانب الأكاديمي. راح تكون هناك أشياء جديدة، المحاكم التصويرية والتحقيق التصويري والتخيلي الجديد، كل هذه أمور، الموضوع الانتقال، موضوع المعاينة، التعامل مع المتهمين، التعامل مع المحامين. هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يقوم بها المعهد بهدف التطوير المهني والمعرفي بالنسبة للسادة أعضاء السلطة القضائية. يمكن في هذه الدورة احنا نستهدف المرحلة التأسيسية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، واللي الأمانة نريد أن تكون هذه الدورة نموذج لباقي الدورات، لأن تم من خلالها تم في يعني الإعداد لها الاستعانة بكثير من التقييمات من الدورات السابقة، ومحاولة إعمالها في هذه الدورة للخروج بأفضل قيمة معرفية ومهارية بالنسبة للسادة المتدربين.